تخيلوا إحباط فتاة طبعت على خدها I love you ميسي، وعاشقان والهانان يستحضران صورته في أثناء تبادلهما قبلة حميمية، ثم ينصدم جميعا أن نجمهم يجلس إلى جانب رفاقه على دكة الاحتياط، بل أن الأمر وصل إلى حد أن صب مشجع جام غضبه على بوستر يضم صورة ميسي، فأطاح برأس الصورة ميسي بركلة من قدمه اليمنى. هكذا كان حال عشرات الآلاف من المشجعين في هونغ كونغ. بصيحات الاستهجان أعرب المشجعون عن استيائهم من غياب أفضل لاعب في العالم عن أرض الملعب وبقائه جالسا على مقاعد البدلاء طوال مباراة ودية جمعت فريقه إنتر ميامي الأمريكي ضد فريق من نجوم الدوري في هونغ كونغ. ولم يشفع فوز إنتر ميامي ب4-1 ولا الإعلان عن إصابة ميسي بالحد من غضب الجماهير. سعر تذكرة المباراة وصل إلى أكثر من 125 دولاراً، وقد دفع غياب ميسي عن اللعب المشجعين المستائين للمطالبة باسترداد ثمن ما دفعوه. How do you bring Messi and Suarez to Hong Kong and not put them on for 80 minutes? It's disappointing. Shame on them. Shame on the organization. They should refund people here. على فكرة لم يقتصر التنديد على الجماهير، فرسميا هاجمت الحكومة في هونغ كونغ الشركة المنظمة للمباراة بسبب غياب ميسي عن اللعب، وهذا ما قاله وزير الرياضة. One of the key terms of our funding agreement with TANA Asia was for Messi to participate in the match for at least 45 minutes, subject to fitness and safety considerations. About 10 minutes before the match ended, the organizer, TANA Asia, confirmed that Messi could not play. We therefore immediately request them to explore other remedies, such as Messi appearing in the field to interact with his fans and receiving the trophy. Unfortunately, as you all see, this did not work out. بدورها ألقت الشركة المنظمة تاتلر آسيا اللوم على إدارة فريق إنتر ميامي، وقالت إنها لم تعلم بشأن تخلف ميسي وسواريز عن اللعب بسبب إصابتهما رغم وجودهما في قائمة الفريق إلا خلال المباراة. بالمقابل قال مدرب إنتر ميامي إن قرار غياب ميسي عن اللعب جاء بعد تقييم الجهاز الطبي للفريق وخطورة تفاقم وضع ليونيل ميسي ولويس سواريز الصحي في حال مشاركتهما. Entendemos la decepción del público que llenó el estadio hoy por las ausencias de Leo, por las ausencias de Luis. Esta decisión ha sido una decisión tomada junto con el cuerpo médico. Corríamos muchos riesgos de agravar sus lesiones y por eso no pudieron ser de la partida. Entendemos la decepción que tiene la gente, les pedimos disculpa, pero ojalá puedan entender que si hubiéramos tenido alguna chance de que jueguen un rato, lo hubiéramos hecho, pero corríamos serios riesgos y por eso, junto con el cuerpo médico, tomamos esta decisión. شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينغ. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.